خير يا استاذ جهاد. الو، الو، السلام عليكم. اهلا يا استاذ جهاد، اتفضل الدكتور، اتفضل يا فندم. انا كان عندي جلطة في الوريد البابي، ايوه وبعدين اكتشفوا ان في ورم ايوه في الفص التاني. في رحت الفص، الدكاترة في الفص الشمال ولا اليمين؟ ما اعرفش، هم قالوا لي الفص التاني. طيب في دكاترة قالوا ممكن نعمل عملية اللي هي الحقن الجديدة دي، حجم الحقن المباشر. الورم او حجم البؤر قد ايه يا جهاد؟ اقل من 5 سنتي ولا اكتر؟ تقريبا كان 5 في 6 او 6 في 7. ممكن يتعمل لها تردد حراري، حرق بالتردد الحراري او الكيماوي الموجه. عملوا لي الموضوع دوت كويس من حوالي 20 يوم. كويس. بس المشكلة ان انا دلوقتي بطني متضخمة جدا ايوه ومتحجرة اه، ومش عارفة اكل اي حاجة، في امساك. وفي امساك لان بطبيعة الحال ما بقدرش اكل اي حاجة وفي استسقاء ولا في لحمة البطن، في صغيرة. ميه في البطن يا جهاد. في مية تقريبا، ما اعرفش. طيب لو البطن، لو طب اقفل يا جهاد وانا هجاوب هنا جهاد. طبعا جلطه في الوريد البابي، الوريد البابي ده اللي هو الوريد اللي جاي من الامعاء داخل الكبد. ما هو الكبد ده عضو غريب جدا، ده العضو الوحيد اللي في جسم الانسان ليه مصدرين تغذيه. تخيلوا بقى، بيتغذى من مصدرين، بيتغذى من الوريد وبيتغذى من الشريان. يعني ما فيش جسم في عضو الانسان، عضو من اعضاء الانسان بتتغذى من مصدرين، ووريد وشريان. الوريد البابي ده الوريد اللي جاي من الامعاء، صابب داخل في الكبد وبتفرع بعد كده الى اورده صغيره بتنتهي بالوريد الكبدي، والوريد الكبدي بيصب في الوريد الاجوف السفلي يرجع الدم الى القلب. جلطه في الوريد البابي عندنا في تخصص الكبد فعلا بنقلق من وجود ورم، لان احد علامات اورام الكبد ان نلاقي جلطه في الوريد البابي، او احيانا نلاقي جلطه في الوريد البابي نتيجه ان المريض يكون بيحقن دوالي في المريء او في المعده، واحيانا تحصل جلطه في الوريد البابي دون سبب معروف. المهم ان جهاد لا اكتشفوا ان عنده ورم، والورم ده حجمه 5، اذا قابل لان هو يتحقن بالكيماوي الموجه، يا بندخل قسطره في الشريان اللي داخل الكبد وواخد داخل بيغذي الورم ده، وبنحقن كيماوي موجه في هذا الشريان، او اسمه الكيماوي الموجه يعني موجه على السرطان، او بنحرقه بتردد حراري عالي، او بحاجه كده زي موجه المايكروويف. عارفين المايكروويف اللي في المطبخ بيستخدم، بنحرق خلايا السرطان. طبعا هنا جهاد بيقول لك بطني منفوخه، اغلب الظن ان عنده استسقاء ميه في البطن. المفروض هنا يا جهاد هتقيس نسبه الالبومين اللي هو الزلال في الدم، لو واطيه لازم تاخد البومين. لو الميه دي كتيره وما بتنزلش بسهوله ممكن نفرغها عن طريق بذل للاستسقاء، نشيل 3 4 لتر او 5 لتر حسب الحاله بتاعتك عشان تفضي البطن شويه.